مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى النشره الرئيسيه من الاولى تتابعون فيها. المنصة الصناعية للطيران بن واصر تتعزز بافتتاح مصنع خاص بإنتاج أجزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية لصناعة الطيران. الحملة الوطنية للتلقيح تتواصل بمختلف جهات المملكة مستهدفة الفئات المسنة والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا. إشكالية مطرح مديونة ترخي بظلالها على الوضع البيئي بالدار البيضاء، النفايات الصلبة مصدر تلوث للهواء والوسط الطبيعي في انتظار بدء استغلال المطرح الجديد. بالناظور توقيف 16 شخصا لاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى السيد موسى فقي محمد بمناسبة إعادة انتخابه المستحق على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إن الثقة التي تم تجديدها في شخصكم لا هي بالتأكيد صدى للالتزام والتفاني الذي برهنتم عليه طوال ولايتكم الأولى، معتبرا جلالته أنها تعكس أيضا الاقتناع العام بأن خصالكم المهنية والشخصية هي ضمان لقيادة حكيمة ورصينة لمفوضية الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تشرع فيه منظمتنا في إصلاحات مؤسساتية عميقة لهيئاتها ومناهج عملها. وأكد جلالة الملك للسيد موسى فقي محمد الدعم التام والفعال للمملكة المغربية والذي يمكنه مواصلة التعويل عليه خلال رئاسته وأثناء تنفيذ أولوياته. الاتحاد الأوروبي يشيد بالدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مسلسل السلام بليبيا. رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع المغرب العربي أندريا كوزولينو أكد على دعمه الكامل لمسلسل الصخيرات، متوجها بتشكراته لجلالة الملك على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الإطار. إلى جلالة الملك. منصة الاستثمارات الأجنبية ببلادنا تتوسع بتدشين وحدة صناعية جديدة لأجزاء محركات الطائرات بالمنطقة الصناعية ميد بارك بن واصر باستثمارات تناهز 90 مليون درهم. هذا المشروع يدعم سوق الشغل. أمينة هناوي وأحمد حمري. بمركب تسريع التنمية الصناعية بن واصر، تدشين وحدة صناعية جديدة تابعة لإحدى المجموعات الفرنسية الرائدة في مجال أجزاء محركات الطائرات والمروحيات. وحدة صناعية أنشئت على مساحة تناهي 6000 متر مربع، ستمكن من إنتاج أجهزة فائقة الدقة لمنظومة صناعة الطائرات بالمملكة وباقي دول العالم. بفضل لي كومبيتونس ديال الإخوان ديالنا والثقة اللي عندنا الكاملة في الجروب في المغرب، دونك حاولنا نخليو هذا المشروع. وفي نفس الوقت هذا المشروع بما اننا خليناه خلانا نكتسبوا واحد عقد مع شركات اللي هما خارج الشركات اللي معروفين بالنسبه للجروب ديالنا. المشروع سيعزز مكانة المملكة بين الدول المصنعة لمختلف أجزاء الطائرات باستعمال أحدث الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تشغيل مئات العمال في أفق سنة 2024. استثمار مهم لأنه كيعزز تموقع المغرب في قطاع عنده حمولة تكنولوجية عالية وقيمة مضافة عالية، اللي هو منظومة ديال صناعة محركات الطائرات. وهذا الاستثمار أيضا هو دليل على القدرة ديال القاعدة الصناعية المغربية على استقطاب رواد عالميين يعني في قطاع صناعة الطائرات. الوحدة الصناعية الجديدة تعد ثاني استثمار لهذه المجموعة الفرنسية بالمغرب بهدف تعزيز تواجدها بالأسواق الدولية لصناعة المحركات، خصوصا بعد توقيعها لعقود جديدة مع عدة شركات عالمية في هذا المجال. والحديث عن هذا المشروع نربط الاتصال من الرباط بالسيد علي صديقي المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. أهلا بك سيدي. مساء الخير. بداية حدثنا عن أهمية هذا المشروع في تطوير قطاع الطيران في المغرب خاصة في ظل جائحة كورونا. بفضل الرؤية الملكية السامية
تم تعزيز صمود صناعة الطيران المغربية والتخفيف من تداعيات الأزمة على هذا القطاع. افتتاح هذا المصنع الجديد لتصنيع أجزاء طائرات تأكد وتبرهن على ارتفاع مستوى هذا القطاع، وكذلك التطور التكنولوجي اللي غادي يساهم في رفع من القيمة المضافة. تأكد هذا التدشين كذلك في ظل هذه الأزمة على مرونة الصناعة المغربية والمكانة ديالها على صعيد صناعة الطيران العالمية. سيد صديقي، ما هي آفاق قطاع الطيران بالمغرب في ظل هذه الجائحة؟ كما يعرف الجميع، عرف قطاع صناعة الطيران تراجع كبير، ولكن المغرب أقل تأثرا. عندنا حاليا 5 المنظومات الصناعية في هذا القطاع: منظومة بوينغ، منظومة تركيب الهياكل الطائرات، تركيب صيانة الطائرات والتصميم الهندسي، وكذلك المنظومات الإلكترونية. هذه المنظومات غتساهم في تحقيق معدل إدماج محلي بنسبة 38%. ثانيا، جودة الكفاءات والبنيات التحتية ديال المملكة جعلت من المغرب رائد عالمي في هذا القطاع. وبفضل هذه الموارد البشرية الشابة التي كتوفر عليها بلادنا والقدرة التنافسية يمكننا نستفيدوا من فرص جديدة. الدليل شنو هو؟ هو هذه المجموعة LPF اللي تم تدشين ديال المصنع ديالها الجديد، أعلنت عن إطلاق مشاريع استثمارية جديدة. سيد صديقي، برأيكم ما هو دور قطاع الطيران في تطوير الكفاءات بالمغرب؟ تبعا لتعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواجب علينا تطوير الكفاءات المغربية، ويعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات التكنولوجية في العالم، وقطاع المحركات بالأخص هو الجزء الأكثر تقنية في هذا القطاع. إذن غير سمح تنفيذ هذا المشروع أجزاء محركات الطائرات في المغرب بتنمية كفاءات تقنية عالية. ولكن باختصار، مهارة المهندسين، كفاءات المغربية هي اللي غتمكن القطاع الطيران باش يكون إحدى قاطرات للتنمية الصناعة بالمغرب. سيد علي صديقي، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الرباط. وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا، تم اليوم تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح 746116 شخصاً. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 متواصلة بالنقط المتنقلة كما بالمراكز الصحية وسط تجاوب كبير، خاصة من فئة المسنين. من مكناس عبد الرحيم بن شيخي وعبد الإله مزاحم. بتنسيق محكم بين مختلف المصالح، تمت الاستجابة لكل طلبات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بالنسبة للفئة العمرية المستهدفة، تنظيم مسبق وإشعار لكل المعنيين بهذه العملية، مما سهل انسياب المستفيدين إلى فضاءات التلقيح. كنتمنى من الله الشفاء ورفض هذا الوباء على الجميع. العملية دازت مزيانة، والفرملين تبارك الله عليهم كل واحد قايم بالمهام ديالو، وهذا شيء مزيان. والله ينصر سيدنا اللي درنا هذا الشيء فابور، الحمد لله. دس مع جوج تي كونتروليو لو نو بلاكارت ناسيونال والنيميرو اللي عطاوني بليس لي لتر اللي كاينين ديال لا ليست، وقمت نصرح مع الناس ودزت ودرت الشوكه والدنيا هانيه كلشي مزيان الله ينصر سيدنا. الأطر الطبية تبذل مجهودا استثنائيا مكن من احترام وتلبية كل المواعيد المحددة وتمكين كل الأفراد المستهدفين من التلقيح في موعدهم. وجيت الإدارة فين كيديروا التلقيح واستقبلوني مزيان وضربوا لي ليبرا الله يعمر بهم والله ينصر سيدنا
اللي دارها هو الاول وساعدنا باش نديروها. حضرنا نوصلوا اكثر من 500 الف واحد اللي طلعها، وكنطمحوا باش في خلال الايام المقبله نزيدوا يكون هذا العدد اكثر، وكنلاحظوا الحمد لله كان اقبال كثير. بالنسبة للفئة المستهدفة ديال 75 سنة ما فوق، أي الفئة المستهدفة الهشة طبيا، العملية تمت بسلاسة وكذلك بجودة عالية. كانت سيرورة العمل وكذلك حسن الولوج إلى جل نقط تلقيح. كانت تدرج بالنسبة لمنظومة التلقيح على صعيد عملة مكناس. اليوم غد سنصل إلى 72 نقطة تلقيح بحول الله. مكناس وعبر النقاط المتعددة وسهر الأطر الطبية وتنسيق محكم بين المصالح المختصة تتمكن من إنجاح الشطر الأول من عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19. الأطر التعليمية من الفئات المعنية بالمرحلة الأولى من عملية التلقيح، الأساتذة والإداريون بجامعة محمد الخامس بالرباط استفادوا بدورهم من الحقنة الأولى من اللقاح. محمد الواهبي ومحمد الناصري. بفضاء ثقافي علمي تلقى الأساتذة والإداريون بجامعة محمد الخامس حقنتهم الأولى. المستهدفون تقاطروا بكثافة استدراكا منهم للأيام المبرمجة سلفا لمانع حال دون تلقيحهم. أولا هذا واجب وطني، ونحن نأخذ قدوة من صاحب الجلالة الذي كان من الأوائل الذين قاموا بالتلقيح، وأعتقد أن هذا واجب حماية للوطن وحماية للأبناء وحماية أيضا لنساء ورجال المستقبل. إحنا ما كانش عندنا الوقت لاعتبارات تتعلق بامتحانات وتتعلق بإن جات مع العطلة إلى غير ذلك من الالتزامات اللي كانت عندنا. الآن استدركنا في هذا اليوم هذا المغرب، والحمد لله تمكن بأنه يبدأ واحد عملية تمنيع اللي قبلوا عدد كبير من الدول في إطار واحد النظام محكم وانخراط جميع القطاعات وجميع المواطنين. هذا واجب وطني، واجب وطني ضروري أن كل شيء يتجند باش إن شاء الله نتغلب على هذه الجائحة في أقرب الأوقات إن شاء الله. الحملة استهدفت اليوم أزيد من 150 شخصا. كلية العلوم كلية عارقة، وبالتالي مجموع الأساتذة يتجاوز 45 سنة كثير جدا، حيث تم تلقيح ما يزيد عن 240 أستاذ جامعي في الجامعة، والأمور كلها مرات في أحسن ظروف والحمد لله. هذا اليوم الأخير إن شاء الله عندنا، ولحد الساعة تم تلقيح ما يفوق 1300 موظف عندنا برحاب الجامعة، واليوم تنشهدوا اليوم الأخير إن شاء الله لاستكمال العدد اللي عندنا ديال حوالي 1700. بالنظر لعدد المستهدفين من التلقيح والأهمية المخصصة للحملة الوطنية للتلقيح، الانخراط المتجدد أولوية لها ما يبررها. اللقاح مهم جدا، لان شحال هادي حنا كنتسناوه اصلا، وعلميا هذا اللقاح ديال استرازينيكا. استرازينيكا هو عباره عن فيروس غير ضار، ولكن كيحتوي على مكونات ديال اللي كتعطينا البروتينات ديال كورونا، وتا هي غير ضار، خصنا غير دوك البروتينات باش ينتجوا لنا المناعه عند الانسان اللي جات تلقيح. اذا كيكون التلقيح المرة الأولانية كيعطينا واحد المناعة أولية، ومن بعد كيكون كتهبط ديك المناعة شي شوية، ومن بعد كيكون التلقيح الثاني اللي كيعطيك مناعة كبيرة اللي كتدوم مدة شهور. الأمل في تجاوز هذه الظرفية الصحية للرجوع إلى الحياة العادية. من مرتكزات الحملة الوطنية المتعبأ لها كل الوسائل البشرية واللوجستية، والمبتغى بالطبع إنجاح حملة التطعيم الجماعي ضد كورونا، مع الاستمرار في الالتزام بتدابير الوقاية الصحية. وللحديث عن حصيلة الحملة الوطنية للتلقيح لحد الساعة ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19. أهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن أسبوعان من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، تم خلالها تلقيح أكثر من 746 ألف شخص، حصيلة مهمة لهذه العملية غير المسبوقة وفي وقت قياسي. كيف تسير هذه العملية على المستوى الوطني واللي كتواكبها تعبئة وطنية كبيرة بروفيسور؟ هو كما قلتم هنا وكما جاء في التقرير، هناك انطلاق العملية منذ أسبوعين،
وهي تسير بتدرج وتستهدف الساكنة التي أعلن عنها. والآن في جميع ربع الوطن تسير بخطى حديثة وكذلك بتعبئة عامة. ونحن عرفنا الآن أن وصلنا أكثر من 746 ألف ديال الملقح، وهي عملية تسير بإتقان وبدون مشاكل. إذن اليوم كتسجل بلادنا تحسن ملحوظ في مؤشرات الحالة الوبائية. بروفيسور، أين تتجلى أهمية معطيات اليقظة الدوائية للحملة الوطنية للتلقيح في هذا السياق؟ وهي هو العملية التلقيح تكون مؤطرة من طرف الفرق الطبية والتمريضية اللي كتعمل بها، وكذلك مؤطرة من طرف اليقظة الوبائية اللي كنعرفوا المؤشرات اللي كتبان أنها في انخفاض وفي انخفاض كبير جدا، وهذا مبشر إيجابي. وكذلك كتصاحبها واحد العملية ديال صبر جميع هناك كذلك تخطيط وتأطير الحالات اللي كتقدر تحط المشاكل من ناحية اليقظة الدوائية اللي كتخلينا مرتاحين، واللي العملية كتمر في سلام بدون أثر جانبية تذكر. بروفيسور تفضل بالبقاء معنا، سنعود إليك بعد قليل بعد متابعة أسئلة المواطنين حول اللقاح. من بعد ما كيتلقح الشخص، وقتاش كتبدا تكون عنده المناعة ضد الفيروس، وشحال ديال الوقت كتحميه هاد المناعة؟ بالنسبة للناس اللي عندهم ضعف المناعة، واش هادي تلقحوا ولا لا؟ السؤال ديالي، واش اللي تلقح ما غاديش يتصاب بالفيروس أو أنه ما غاديش يبقى ينقل الفيروس؟ واش تقدر تكون أعراض جانبية طويلة المدى؟ سمعنا أنه اللي كيتلقح يتجاوز تناول البروتينات 24 ساعة، إلا كان صحيح علاش؟ نرجع لك بروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19. أسئلة المواطنين بخصوص اللقاح، ونبدأ بالتساؤل الأول، من بعد الشخص كيتلقح وقتاش كتبدأ تكون عنده المناعة، وشحال الوقت كتحميه هذه المناعة؟ هو من ناحية الحقنة الأولى كيبدأوا يظهروا مضادات الأجسام، ولكن هذه المضادات كتبقى غادية بتدرج وكتبدأ ترتفع في ظرف 15 يوما. ولكن باش تكون المناعة تكون كافية خصنا نبدأ ننتظروا دوز الحقنة الثانية، وبعد 15 يوم بعد الحقنة الثانية عاد المناعة كتكون كافية وكتكون كتحمينا من الفيروس. مواطن آخر كيتسأل، بروفيسور، الإنسان اللي كياخد تلقيح واش كيتحمى من الفيروس ولا ما كيبقاش ينقل العدوى؟ الآن من اللي كنعرفوا أن الدراسات العلمية اللي منشورة في مجلات علمية رصينة بينت أن اللقاحات بجميع أنواعها أنها فعالة أكثر من 80% حتى 90-95%، وكتخلي الفيروس أنه يقدر ما ينتقلش من شخص إلى شخص، ولا تعرضنا الفيروس وإحنا ملقحين بعملية جيدة هذاك الفيروس يمكن ما يصيبناش بالمرض، ولا يقدر يصيبنا بواحد المرض ولكن المرض كيكون خفيف وخفيف جدا. أما مدة المناعة لحد الآن جميع المؤشرات كتبين لنا، لأن عندنا واحد المناعة اللي كتفوت 9 أشهر. إحنا غير خصنا نعرفوا أن إحنا في بداية التلقيح على الصعيد العالمي، وهذه العملية كتكون مؤطرة بدراسات اللي غادي يمكن من هنا لواحد السنة غادي نعرفوا فين غتكون الاتجاهات، واش المناعة غتكون دائمة أو مناعة اللي خصنا نعود نديروا لها تاني بعد الحقن من بعد على عام عامين. هذا الشيء علميا لحد الآن لا زال غير معروف. بروفيسور، تساؤل المواطن كيقول، سمعنا باللي الشخص اللي كيتلقح خاصو يتجنب اكل البروتينات 24 ساعه، الا كان هذا الامر صحيح علاش؟
لا، هو الانسان اللي كيتلقح يدير نظام غذائي عادي، ما كاينش شي مشكله، ما كاينش مشكل. كنسمعوا بهذه المسائل، ما كاينش عندها حتى شي مرتكز علمي. مواطن كيتسائل كذلك، واش كاينه شي اثار جانبيه مسجله لحد الان بروفيسور؟ الاثار الجانبيه هي اثار عاديه جدا، على شكل كتكون في موضع الوخز، في كتكون الحقنه، كاين بعض الالام، كيدوم واحد 24 ساعه، ولا ارتفاع الحراره، ولا صداع في الراس، ولا حمى صغيره اللي ما كتفوتش واحد 24 ساعه حتى 48 ساعه. الان اليقظه ديال الدوائيه اللي كتصاحب العمليه ما بينتش لنا في المغرب ان هناك اثار جانبيه اللي غتخوفنا، لا على المدى القصير او المتوسط. هذا بالضبط هو سؤال آخر اللي جانا بروفيسور، واش تقدر تكون بعض الأعراض الجانبية طويلة المدى؟ هو الآن اللي كنسمعوا أن هناك بعض الشائعات أن هذا اللقاح غادي يضرب الجهاز التناسلي، ولا غادي تكون عنده آثار على 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 الرصيد الجيني للإنسان. هذه الأخبار كلها زائفة لحد الآن، ما كاينش. هو التقنيات الحادي اللي كيعرفوها اللقاحات، المنتوج ديال اللقاحات، لا بالنسبة لهذاك اللي كنديروا الفيروس المقتول وكنعطيوه على شكل لقاح، أو بحال كنديروا واحد لقاح آخر بواحد الطريقة بحال ديال أسترازينيكا اللي كيكون واحد الفيروس غير لا يتوالد ويحمل لنا البروتينات وكيعطينا المناعة، فيروس حامل ديال أسترازينيكا، ولا حتى في اللقاحات اللي كتعرف دابا ديال الأمريكية والألمانية ديال الحامض الريبوزي، هذا ما عنده حتى شي مفعول على الرصيد الجيني ديالنا، وما عندهاش آثار اللي غادي تكون اللي غادي تخوفوا منها. والآن راه الكثير من الدول راها منهمكه في هذه عمليه التلقيح، واللي فاتت اكثر من 80 مليون من الساكنه واكثر، وشنا ان ما كاينش اثار جانبيه، والناس كتدير التلقيح ديالها، واصبحنا مرتاحين لما كنتوجهوا للتحسيس ونعطيو المعلومات المضبوطه اللي علميا كتكون معروفه، وكنخليو المواطنين كيرتاحوا، ما نبقاوش نخافوا بزاف، وديك الاشاعات ما عندنا ما نديروا بها، وخصنا ننتجوا التلقيح. وانا شخصيا ولا الساكنه، راه بزاف الساكنه، حنا عندنا اكثر من 746 اليوم 1000 اللي تلقحوا، وراه الناس اللي تلقحوا في الايام الاولى راهم عاديين، حياه عاديه، ليس هناك اي اثار جانبيه لهذا اللقاح. تساؤل اخر بروفيسور، الناس اللي عندهم ضعف في المناعه واش خاصهم يتلقحوا ولا لا؟ اللي عندهم ضعف في المناعه، هو ضعف المناعه كاين ضعف المناعه مكتسب، يكون عندنا اما هناك مرض السرطان او بعض الامراض المناعيه، هاد الناس خاصهم يتلقحوا. هادي كتسميو الهشاشه، اللي عندهم هشاشه مرضيه اللي خصنا نلقحوهم وكنعاونوهم، واللقاح كيفعل المناعه ديال الانسان وكيخليه ما يكون يكون ملقح وما ياخذش المرض لما يتلقى بهذا الفيروس. بروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنه العلميه للتلقيح ضد كوفيد 19، لك جزيل الشكر على كل هذه الاجابات العلميه والتطمينات، كنت معنا مباشره من الدار البيضاء. ركم المغرب تجارب رائدة في مجال اللقاحات، من أبرزها البرنامج الوطني لتمنيع الأطفال، برنامج تجاوزت نسبة تغطيته 95% على الصعيد الوطني. إيمان سلاوي ومريم الميسي. منذ 40 سنة في المغرب كان فقط واحد من بين كل طفلين يتم تلقيحه. ستة سنوات بعد ذلك انطلقت حملات على نطاق واسع للتمنيع خريف سنة 1987. انطلق البرنامج الوطني للتمنيع، وكان الطموح كبيراً، والتحدي تمنيع الأطفال دون 5 سنوات ضد 6 أمراض فتاكة.
تسبب الوفاة أو الإعاقة كالسل، شلل الأطفال، السعال الديكي، الدفتيريا والكزاز. صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل أطلقت الحملة الوطنية للتمنيع سنة 87-900 منذ أزيد من 3 عقود، وبانتظام كل سنة تنظم هذه الحملة لتمكين شرائح واسعة من الأطفال من هذه اللقاحات. هذه القطرات أو هذه الجرعات من اللقاح قد تشكل مصدر قلق بالنسبة للأمهات، ولكنها أنقذت الملايين من الأرواح في المغرب منذ 1987. لم تسجل أي حالة من شلل الأطفال أو الدفتيريا، إنجاز مهم قام به المغرب، حيث تم القضاء أيضا على الكزاز الوالدي. الجهاز المناعي لدى الأطفال يتطلب عدة سنوات كي يصبح قويا، وإذا لم يتم تزويد الأطفال بلقاح فعال ضد مجموعة من الأمراض الخطيرة التي قد تتسبب في وفيات الأطفال أو قد ينجم عنها التهابات خطيرة، شلل الأطفال مثلا كان يتسبب في عدة إعاقات. حقق المغرب إنجازات مهمة في مجال التلقيح ومكافحة الأمراض المستهدفة من قبل البرنامج الوطني للتلقيح المسؤول عن أمراض ووفيات الرضع، وبفضل الانخراط المسؤول وتضافر مجهودات جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. هذه المجهودات تواصلت في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لم يدخر أي جهد من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتمنيع. البرنامج الوطني للتمنيع ساهم بشكل هام في تقليص وفيات الأطفال والرضع في بلادنا. اليوم وصل المغرب إلى أزيد من 12 لقاحا لدى الأطفال، والهدف حمايتهم وتمنيعهم. المغرب كان سباقا في القضاء على عدة أمراض فتاكة. تجربة مغربية مزدهرة في مجال تلقيح الأطفال ورائدة امتدت على مدى 3 عقود، غيرت ملامح رعاية الطفولة. اليوم 86% من الأطفال البالغين من العمر ما بين سنة أو سنتين يتم تلقيحهم، وذلك بفضل مجهودات البرنامج الوطني للتمنيع. والطموح كبير كي يغطي الجدول الوطني للتلقيح كل الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الأطفال. الحملة الوطنية للتلقيح تحمل معها تبشير قرب العودة للحياة الطبيعية، وتنتعش معها آمال الفاعلين الاقتصاديين في تجاوز تداعيات أزمة كورونا. عبد الحميد جبران. سنة استثنائية وصعبة للغاية عاشها الاقتصاد العالمي سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا، حيث انكمش بنسبة تناهز 5% وفق تقديرات الخبراء، وضع لم يسلم المغرب منه. فتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وصلت لمليار درهم يوميا في فترة الحجر الصحي. أما اليوم فكل الآمال معقودة على حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس. الجائحة ديال الكورونا اللي صابت البلاد ديالنا كان عندها واحد أثر سلبي، وحنا في الميدان ديالنا ضررنا كثير من هذه الجائحة هذه، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى مع هذا التلقيح باش أن الأمور ترجع للسابق العهد ديالها، وهذا التلقيح يعطي نتائج إيجابية ديالو. التلقيح هو الأمل ديال المغاربة كاملين باش نخرجوا ان شاء الله من هذا الوباء هذا ان شاء الله بحول الله، ويتنفس الاقتصاد وان شاء الله بحول الله ترجع الحياه للطبيعه ديالها. نجاح الحمله الوطنيه للتلقيح من شانه ضمان التعافي الكامل لمختلف القطاعات الاقتصاديه التي تضررت من الازمه الصحيه العالميه من خلال تراجع ارقام معاملاتها وفقدانها الكثير من فرص الشغل. هذه الفترة ديال الجائحة اللي عاشها الاقتصاد المغربي واللي أثرت عليه بواحد الشكل كبير، واللي شنا هذا الشيء هذا من خلال عدد من الأرقام كالبطالة، كتراجع الناتج الداخلي الخام، تراجع عدد من القطاعات، تراجع السياحة. إذا المغرب تا هو دخل في هذا البرنامج ديال التلقيح الشامل المجاني اللي قرره جلالة الملك، وبطبيعة الحال هذا التلقيح هذا غادي يسمح للعودة للحياة الاقتصادية للوضع ديال العادي.
هي محطة حاسمة لإعادة الاقتصاد الوطني لسكته الطبيعية واستعادته للدينامية المهمة المحققة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في القطاعات الصناعية والخدماتية، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة. في الشأن التشريعي، عقد مجلس النواب جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، دورة حرصت على التفاعل مع قضايا المجتمع. رشيد إكن وسعد إجاصي. حصاد الدورة الخريفية لمجلس النواب تميز بمحورية القضية الوطنية من خلال التعبئة الشاملة لكل مكونات المجلس من أجل التصدي ومواجهة كل المناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للقرقرات، ثم الاعتراف التاريخي للإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وهذا التحول أكد مرة أخرى على أن الدول النافذة على مستوى القرار الدولي أصبحت تستوعب أكثر الواقع وتعمل باقتراح المملكة المغربية الخاص بالحكم الذاتي. هذا نعتبره مكسب مهم جداً. وبالعودة إلى الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس، فقد تميزت بالمصادقة على ما يناهز 40 قانون، بالإضافة إلى 5 مقترحات قوانين شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حصيلة وصفتها فرق المعارضة بغير المرضية لعدة اعتبارات. لاحظنا غياب مستمر ديال مكونات الحكومة للأسف، الشيء الذي يعرقل يعني عمل المجلس في هذا المجال، وكذلك على مستوى يعني الاجتماعات لجان الحكومة لا تتجاوب للأسف الشديد كلما تعلق الأمر يعني بطلب من فريق محترم من أجل اجتماع لجنة. كاين هيمنة ديال وتحكم في الأجندة ديال التشريع داخل البرلمان، هذه من الأمور المهمة اللي طحناها ومازال نعاود نطحوها. كيخص التفعيل مجموعة من المقتضيات ديال الدستور كذلك ديال النظام الداخلي ديال البرلمان، وكيخص المؤسسة الحكومية أن تواكب العمل ديال النواب البرلمانيين من أجل أداء أفضل. هناك تجاوب كبير مع الأسئلة الشفوية، لكن هناك أيضا نقطة سلبية تتعلق بغياب التفاعل الكبير مع الأسئلة الكتابية وفي أوانها وفي وقتها، لأن الأسئلة الكتابية هي بالضرورة قضايا المواطنين الملحة اليومية والتي تقتضي من الحكومة أن تجيب عنها في أسرع وقت. فرق الأغلبية على عكس المعارضة نوهت بحصيلة الدورة من حيث نوعية القوانين المصادق عليها، وأيضا من حيث طبيعة المهام الاستطلاعية التي قام بها المجلس لعدة مؤسسات. الجانب الرقابي كان هناك يعني عدة لجان استطلاعية في قطاعات لها أهميتها تتعدى 15 قطاع، وأبدت هذه اللجان الملاحظات الخاصة لتكون هناك نجاعة في التدبير ولكي تلعب هذه المؤسسات الدور المنوط بها. زيادة على القانون المالي، فتمت المصادقة على القانون ديال صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذلك مشروع القانون ديال التمويل التعاوني، وهذا مشاريع اللي بالنسبة لنا مشاريع جد مهمة لأنها غادة تساعد في انطلاقة ديال الاقتصاد الوطني. عموما، حصيلة الدورة الخريفية رسخت مرة أخرى الممارسة الديمقراطية لمجلس النواب في تعزيز مساهمته في إغناء التشريع الوطني على أساس التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. في الشأن البيئي، بمحاذاة المطرح القديم للنفايات بالدار البيضاء والمعروف لدى الساكنة بمطرح مديونة، تم إنشاء مطرح جديد بمواصفات تقنية حديثة لتجاوز مشاكل تلوث الهواء والماء بالمناطق المجاورة. هذا المشروع يعد بمرحلة انتقالية نحو إنشاء وحدة صناعية لإعادة تدوير هذه النفايات وتثمينها مع الحفاظ على البيئة. أمين هناوي وأحمد حبري. على الطريق الجهوية رقم 315 بجماعة المشاطية ولا الطالب، يتواجد أكبر مطرح للنفايات بالمغرب، مطرح مديونة أضحى لسنوات مصدرا للروائح الكريهة والمياه الملوثة التي تضر بالفرشة المائية للمناطق المجاورة. وضع يسعى مجلس مدينة دار البيضاء إلى تجاوزه عبر إنشاء مطرح جديد على مساحة تناهز 35 هكتارا وباستثمارات بلغت 54 مليون درهم. المطرح يستعد اليوم لاستقبال ألف الأطنان من النفايات.
مدينة الدار البيضاء يعني كتجمع 4000 طن يوميا، وهذيك 4000 طن كلها كتجي للمطرح ديال المديونة. مستقبلا ان شاء الله هذا الشيء ما غادي يبقاش، هذاك المطرح القديم دونك غادي يتم يعني تدريجيا يعني غادي يتبدل، ما يبقاش هذاك ذاك المطرح كما بداك الشكل، ولكن غادي يكون يعني دي بلونطاسيون اللي غادي يغطيو يعني المنظر البشيع ديال هذا المطرح القديم. هذا ال 35 هكتار اللي تبنى عليها هذا المشروع هذا هو ان شاء الله غادي يخدم صالح ديال جهة مدينة الدار البيضاء. كما سيتضمن هذا المطرح حوضا كبيرا لتجميع المياه الملوثة قبل معالجتها وإعادة استعمالها من جديد، بالإضافة إلى حوض لاستقبال مياه الأمطار ومنظومة حديثة لتمر النفايات. هذا المطرح غادي يستقبل ما يناهز 4000 طن يوميا ديال النفايات اللي غادي يقوم بالتمر ديالها، ولكن ملي كنقولوا التمر يعني التمر التقني يعني لونفويسمون تكنيك بطريقه يعني تقنيه وكتراعي جميع المعايير البيئيه يعني المعتمده. انشاء واستغلال ديال واحد المحطه ديال المعالجه ديال هاد العصاره ديال النفايات باش ما يترتبوش على دوك المشاكل اللي كنا كنعانيو منهم في المطرح القديم. المطرح الجديد يعد مرحلة انتقالية نحو إنشاء وحدات صناعية لإعادة تدوير النفايات مع تحويل المطرح القديم لفضاء أخضر. إغلاق المطرح القديم وافتتاح المطرح الجديد بينهما الإشكالية ديال العصارة ليكسيفيا، ما يعرف ليكسيفيا اللي اليوم تلقات ليه يعني حلول ديال المعالجة ديالو كورش، أيضا كيتطلب اعتمادات كيتطلب خبرات في انتظار أنه يعني نتمكنوا من البناء ديال الوحدة التي ستتولى العملية ديال تثمين النفايات المنزلية، وهذا اللي غادي يبقى يعني حل استراتيجي ونهائي وجذري. يهدف المشروع الجديد لإيجاد حلول دائمة لمشاكل تلوث الهواء والمياه بهذه المنطقة المحادية للعاصمة الاقتصادية، والتي شكلت لسنوات كبوسا بيئيا للساكنة البيضاوية. وجهتنا الآن إقليم الزلال، تحديدا بعدد من الجامعات الترابية ما تزال بعض المؤسسات التعليمية تضم حجرات دراسية مشيدة بشكل مركب. هذا النوع من البناء أصبح متهالكا مع مرور الزمن. الوزارة الوصية على القطاع تعمل على معالجة هذا الإشكال بتعويض الأقسام المفككة بالبناء الصلب. مهدي محب وعبد العالي عياد. هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية بالجماعة الترابية أمدن ومرصيد بإقليم أزلال شيدت في ستينيات القرن الماضي. أقسامها الدراسية بنيت بشكل مركب، سقف بعضها تأثر مع مرور الزمن فبات يسرب مياه الأمطار إلى الداخل، حجرات أصبحت لا تساعد على التحصيل الجيد بحسب جمعية آباء وأولياء التلاميذ. مدرسة عريقة تأسست في 1962، تخرجوا من أطور أكفاء. المشكل اللي باقي تنعاني منه المدرسة هو أنه مبنية ببناء مفكك استدير البريفابريكي، وهذا ما كيساعدش التلاميذ على التحصيل، سورتو في الوقت ديال الشتاء كتكون باردة وفي الصيف كتكون سخونة. وضعية هذه الحجرات تقابلها جهود كبيرة للوزارة الوصية على قطاع التعليم، وذلك للتخلص من البناء المفكك وتعويضه ببنايات جديدة. الاتفاقية التي أبرمتها الأكاديمية الجهوية بني ملال الخنيفرة وأيضا مجلس الجهة يروم يعني تعويض 448 حجرة مبنية من المفكك بمبلغ أو يعني بكلفة تناهز 101 مليون ديال الدرهم. انتقلنا إلى مدرسة ابتدائية بجماعة ترابية أخرى بالإقليم للوقوف على مواصفات الأقسام البديلة، وهكذا كانت آراء التلاميذ. كنا في الأقسام الأخرين كانت تجينا البرد وصغار، ودابا ملي جينا للأقسام الأقسام الجداد الصباغة زوينة والطاولات زوينين وكبار. الأقسام ديال تحت من اللي كنا فيهم تدخل يعني لشتا وتيقطر السقف، وملي جينا لهنا ما تدخلش الشتا وما تيقطرش السقف. احنا كانوا عندنا ثلاثه القاعات لتحت ديال البناء المفكك، في اطار المجهودات اللي تقوم بها الوزاره في التعويض هذا البناء المفكك تم تعويض هذه القاعات، بناء قاعات اربع قاعات جداد في هذا احنا في المكان فين نتواجدوا الان، واللي لقات استحسان كبير من طرف التلاميذ وجمعيه الاباء والاطر التربويه العامله بالمؤسسه. هذه المشاريع تندرج في إطار توسيع وتنويع العرض المدرسي وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية والفضاءات المدرسية وتوفير الظروف الملائمة للتعلم، وكذا شروط عمل المدرسين من أجل الارتقاء بخدمات المنظومة التربوية.
بالنظور تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 16 شخصا وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات. نادر مدن ورشيد العتمي. هذه العملية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قصد مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن في كل من سلوان العروي بوعرق زغنغن والناظور، حيث شارك فيها فريق مكون من 16 مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني، مما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وضبط 6 ورشات لصناعة وإعداد الوسائل اللوجستيكية وعشر مستودعات للتخزين التي تدخل في إطار تنظيم عمليات الهجرة الغير المشروعة والتجار بالبشر. الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط أوضحت أن 2 من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية. 10 قوارب مطاطية من الحجم الكبير، 23 محركا بحريا، 150 كيلوغراما من مخدر الشيرة، 8 سيارات، مبلغ مالي من العملة الوطنية قدرهم 166,980 درهما، 4 لوحات ترقيم مزورة، 7 حاويات للبنزين سعة كل واحدة 30 لترا، 6 بوصلات تستعمل في تحديد المواقع، 20 مضخة هوائية، وكذلك ما يناهز المئات من صدريات النجاة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل المساهمين والمشاركين فيها وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية. وبالمحمدية تم حرق وإتلاف كمية مهمة من المخدرات بمختلف أصنافها والتي تشكل حصيلة سنة من العمل لمحاربة المخدرات على مستوى المدينة. بوشعيب عماري وسفيان إبراهيمي. إتلاف كميات مهمة من المخدرات بمطرح بني خلف ضواحي مدينة المحمدية يأتي في سياق المجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح من درك ملكي وشرطة قضائية للحد من الاتجار في المخدرات بمختلف أنواعها. هذه المحجوزات التي تم ضبطها في إطار الحملات الأمنية التي تشرف عليها هذه النيابة العامة، وكذلك يعني المحجوزات التي تم ضبطها في إطار مساطر القضائية بلغت حوالي 7 طن من مخدر الشيرة و3 طن من كيف السنابيل وكذلك 1870 قرص مهلويس وكذلك السجائر المهربة. عملية إتلاف المخدرات تشرف عليها لجنة مختلطة تترأسها النيابة العامة وتشكل حصيلة سنة من العمل الدؤوب لمحاربة المخدرات بمدينة المحمدية. استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم بالرباط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنغالي إدريس سيك الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بالسنغال. المسؤول السنغالي استعرض مجالات التعاون الممكنة بين المقاولات المغربية والسنغالية وتعميق العمل المشترك في ميدان البحث العلمي وتشجيع الاتفاقيات ذات الصلة. المباحثات طالت أيضا سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الصحية الناجمة عنها. نصل بكم اللحظة مشاهدين إلى جديد الاقتصاد وعالم البال والأقبال رفقة سهاب بوخليفي. سهاب مساء الخير. أهلا بك نبيلة وبالمشاهدين الكرام. البداية سهام ستكون بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
بالفعل أظهرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صمودا ملحوظا خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، حيث بلغت قيمتها حوالي 68 مليار درهم خلال سنة 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 5%. تقرير حفيد الهواري. رغم تداعيات جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية، ظلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في مستوى تصاعدي، وبلغت قيمتها حوالي 68 مليار درهم خلال عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 5%. وجاءت هذه الأرقام على عكس التوقعات، فبنك المغرب راهن على زيادة هذه التحويلات بنسبة 1.7%، فمع فقدان ملايين مناصب الشغل في أوروبا خلال العام الماضي بسبب الجائحة، فإن هذه الجائحة نفسها عززت زخم التضامن داخل الأسر المغربية وبين المغاربة المقيمين بالخارج، وظهر جليا الارتباط بين أبناء الجالية والوطن الأم. وهناك تحليل يبرز أن هناك جانبا آخر من تحويلات أبناء الجالية، ويتمثل في الهدايا والتبرعات التي يقدمونها إلى أهاليهم مباشرة. ومع إغلاق الحدود أخذت شكل تحويلات مالية، ولا زال منح تحويلات أبناء الجالية المغربية في الخارج تصاعديا، وتمثل هذه التحويلات مصدرا مهما لتدفق العملة الصعبة، بل وتشكل مصدر دخل لفئة اجتماعية توجد في وضعيات صعبة. وكان للأزمة الصحية في بداية سنة 2020 تأثير على الانخراط في النظام البنكي، حيث تم تسجيل تراجع طفيف، إذ بلغت نسبة الانخراط 78% متم يونيو المنصرم، وهو ما يثير التساؤل حول دينامية انضمام زبناء جدد إلى الأبناك، على اعتبار أن الولوج إلى الحساب البنكي هو الخطوة الأولى نحو شمول مالي أوسع، وهو هدف حددته الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وفي موضوع آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة العاطلين عن العمل الذين سبق لهم أن اشتغلوا سنة 2020 بلغت 56.2%، بزيادة تصل إلى 13.5 نقطة مقارنة بسنة 2019. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول المميزات الرئيسية لسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص، أن عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا ارتفع ب 331,000 ما بين سنة 2019 و2020. دوليا، بلغ الدولار اليوم أدنى مستوى له في أسبوعين، إذ انحصر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعافي متوقع من جائحة كوفيد 19 هذا العام، مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير. واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ين، بعد أن تراجع إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.21 دولارا معززا مكاسبه لليوم الثالث. ونتعرف اللحظة على أهم مؤشرات الأسواق المالية.
موعدنا يتجدد غدا بإذن الله. باقي مواد الرئيسية نتابعها معك نبيلة. شكرا لك سهام. شكرا. ونواصل نشرة من أجدير، حيث تم إعطاء انطلاقة البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة، والهدف الإحاطة بعدد من قضايا حكامة ظاهرة الهجرة في مختلف المجالات. حاجة بتامك وسمير بركة. خلال هذا اللقاء تم إعطاء الانطلاقة للبرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة. البرنامج هو ثمرة شراكة وتعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج تعطى في الجهة لخصوصية أيضا الهجرة المغربية يعني في إطار شمولي، في نفس الوقت المواكبة دي كما قلت فيه مجموعة دي المشاريع اللي كتهم تعبئة الكفاءات الاستثمار إدماجهم في كل المشاريع خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا مشروع ممول من لدن الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تهتم بالمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تشجيع إنجاز المشاريع بالمغرب من خلال منح بعض التسهيلات. المشاريع سترى النور بكل من جهتي سوس ماسة وجهة الشرق. اللقاء عرف توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية الجهة والوكالة الفرنسية للتنمية وجهة سوس ماسة، تتمحور حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة في قضايا تتعلق بالهجرة. هذا مشروع جديد لمشروع ديال 9 مليون ديال الأورو اللي غادي جات يعني من عند ادلايف دي الوكاله الفرنسيه للتنميه لجوج جهات، جهه سوس ماسة وجهه الجهه الشرقيه. وهنا غادي تكون واحد المواكبه باكسبيرتيز فرانس اللي غادي يكون عندهم واحد الاطار اللي غادي يحضر معنا باش يواكبونا في تنزيل هذه الاستراتيجيه. هذا وسيمتد هذا البرنامج الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى 4 سنوات بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق عبر دعم المشاريع المرتبطة بموضوع الهجرة والتنمية المحلية. في صفحة الأنباء الدولية، المفوضية الأوروبية تدافع عن استراتيجيتها بشأن التلقيح ضد كوفيد-19 مؤكدة أن إنتاج اللقاحات يجب أن يتسارع لمواكبة الإنجازات العلمية واستباق النسخ المتحورة للفيروس. عبد الوهاب كارتي. في بروكسل وخلال جلسة عامة دفعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمام النواب الأوروبيين عن استراتيجية المفوضية بشأن اللقاحات، ودحضت الاتهامات ببطء حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي. واعترفت فون دير لاين أن مفوضيتها أخطأت في شراء لقاحات لحساب جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها دافعت عن الاستراتيجية ككل وأشارت إلى أن إنتاج اللقاحات يجب أن يتسارع لمواكبة العلم. أسأنا تقدير الصعوبة المرتبطة بالإنتاج بكميات ضخمة. في العادة يحتاج إنتاج لقاح جديد 5 إلى 10 سنوات، أنجزنا ذلك في غضون 10 أشهر. هذا نجاح علمي هائل ويجب أن نفتخر بذلك. المفوضية أكدت أنه لتجاوز هذه الأزمة يجب توفير معطيات أكثر تتشاركها عيادات في دول الاتحاد الأوروبي وتحسين الضوابط للسماح لوكالة الأدوية الأوروبية بالتحرك بسرعة أكبر في ترخيص لقاحات وخصوصا إزالة العقبات الصناعية أمام إنتاج اللقاحات. لهذه الغاية تم تكليف فريق لإنتاج اللقاح للقيام بهذه المهمة يقوده مفوض الأسواق الداخلية للاتحاد. نعود بكم إلى الخبر الوطني. قنصلية شرفية جديدة لهنغاريا تم تدشينها بمراكش لتشكل لبنة جديدة في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. أمين علام والمعتصم بالله بعزاوي.
افتتاح هذه القنصلية الشرفية بالمدينة الحمراء لبنة جديدة في مجال تدعيم العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالجمهورية الهنغارية، هي رابع قنصلية شرفية تؤكد عزم البلدين على المضي قدما لتوسيع مجالات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ومد جسور التلاقح الثقافي والتبادل السياحي بين الشعبي البلدين. العلاقات المغربية الهنغارية متميزة، علاقاتنا تسير نحو الأفضل سنة بعد أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، علما أنه هناك زيارات على أعلى مستوى بين المسؤولين السياسيين للبلدين. اختيار مراكش العاصمة السياحية للمغرب مهم جدا، هذا سيفتح المجال أمام تزايد السياح من بلدنا لاكتشاف هذا البلد الرائع. هنغاريا بلد رغم صغره فهو حائز على 14 جائزة نوبل، هذا رائع لأنه يبرز غناه في الموروث اللامادي، وهذا مجال خصب للتعاون بين البلدين. علاقات وطيدة تربط المملكة المغربية بجمهورية هنغاريا، وعزم أكيد على السير قدما بهذه العلاقات من خلال تعزيز التمثيلية الدبلوماسية لهذا البلد بالمملكة المغربية. وبالرباط، ندوة صحفية عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو للإعلان عن مضمون وأهداف البرامج التي خصصتها للاحتفاء بعام المرأة سنة 2021. حنان أرسلان. 2021 عام المرأة، هكذا اختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو الاحتفاء بالنساء تقديرا لجهودهن في ظل جائحة كورونا من خلال دورهن البارز بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم. حظيت هذه المبادرة بشرف كبير، حيث تفضل جلالته برعاية هذه المبادرة أو هذا العام بجميع أنشطته وبرامجه. لدينا محاور كثيرة تتعلق في المؤتمرات والندوات التي سنقيمها ونخصصها للمرأة، وسيشارك في معنا عدد من رؤساء الدول من السيدات ورؤساء المنظمات الدولية من أو المديرات العامات للمنظمات الدولية. مبادرة الإسيسكو احتفاء بالنساء خلال هذه السنة تتضمن عشرات الندوات والمؤتمرات في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا، الريادة، إدارة الأزمات، الفكر الفن وغيرها، هذا مع تنفيذ مشاريع لتعزيز عدد القيادات والأطر النسائية ودعم حضورها بالمحافل الدولية، إضافة إلى خلق شبكة نسائية متخصصة في مجالات متنوعة والعمل على تعزيز حقوق المرأة في التعليم والصحة وحمايتها من كل أشكال العنف. في الميدان الرياضي، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكونفدرالية الإفريقية للعبة في رسالة بتأجيل المباراة بين فريق الوداد الرياضي ضد فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقية المزمع إجراؤها يوم 13 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا أو إجرائها في بلد آخر، معللة ذلك بدواعي السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المساء. المنصة الصناعية للطيران بالنواصر تتعزز بافتتاح مصنع خاص بإنتاج أجزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية لصناعة الطيران. الحملة الوطنية للتلقيح تتواصل بمختلف جهات المملكة مستهدفة الفئات المسنة والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا. إشكالية مطرح مديونة ترخي بظلالها على الوضع البيئي بالدار البيضاء، النفاية الصلبة مصدر تلوث للهواء والانتظار بدء استغلال المطرح الجديد. بالناظور، توقيف 16 شخصا لاشتباه بتورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتجارة بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، أطيب الأوقات على الأولى.